aliyekuwa rais wa jamhuri mtapata alisupa RTRA shaka aliyekuwa rais wa jamhuri mtapata alisupa RTRA aliyekuwa rais wa jamhuri huwa al-hakam l'arbitre du jeu politique yani انه عنده القدره على التصدي لمشاريع القوانين لما يجي مشروع القانون بخصوص القوانين المتعلقه بالمصلحه العليا للبلاد يجي مشروع من الخاتم امام رئيس الجمهوريه لو رئيس الجمهوريه لا كوميونيكاسيون دي لوا هو يكتب بيان سور القانون يدخل عليه التنفيذ ما بين يصحح رئيس الجمهوريه حتى في امر البرلماني هذا موجود حتى في ايطاليا موجود في بريطانيا موجود في كل امر لو شيف قطاع رئيس الدوله مش رئيس الجمهوريه رئيس الدوله حتى الملك هو يصحح القوانين ويشعر فرائد رسمي اقتراح هو ان يتمتع رئيس الجمهوريه بصلاحيه الاقتراح على مشاريع القوانين وان يرد هذه المشاريع الى قراءه ثانيه وتلاوه ثانيه في المجلس التشريعي يعني عندما يستعمل رئيس الجمهوريه هذه الصلاحيه يعود مشروع القانون مره اخرى الى المجلس للمصادقه عليه في قراءه ثانيه باغلبيه معززه باغلبيه الثلثين أو بأغلبية الثلاثة كامل. هذا موجود في التنظيم المؤقت للصورة العمومية شكول. يستطيع رئيس الجمهورية صحيح وصحيح مزوط. يستطيع رئيس الجمهورية أن يقريته بداية فصل 16 من التنظيم المؤقت قلت قيل المفتاح. يستطيع رئيس الجمهورية أن يعترف ويرفض ختم مشاريع القوانين ويعيدها إلى تلاوة ثانية أمام المجلس التأسيسي ليصادق عليها بنفس الأغلبية التي صادق عليها في المصر الأول. يعني خاتمة هذا الفصل فرقت يعترف في البداية وفي النهاية. شو عملنا نحن جميعا؟ يعني يعترف رئيس الجمهورية بس القانون مش يعمل دور قانون من هذا لو كان رئيس الجمهورية كان يوسف المرزوق ما عنده حتى صلاحية في تنظيم الوقت لكن عنده صلاحية هذه أن يعترض على مشاريع القوانين وأن إذا اعترض عليها يرشحها للمجلس التأسيسي بس مش يصدق عليها بأغلبية الثلثين لتغيرت اللعبة السياسية تماما في تونس لأن ماذا تعني أغلبية الثلثين؟ تعني أن رئيس الجمهورية سيدفع بالحكومة إلى خيارين إما أنها تتخلى على مشروعها القانون تتخلى عليه رئيس الحكومة يقول ما عنديش أغلبية الثلثين وتخلى عن مشروعها والا اعطله وابحث عن توافقات مع المعارضه داخل المجلس لاجل صيغه توافقيه اؤمن فيها اغلبيه الثلثين هذا يؤدي الى ان الحكومه تحكم ولكنها لا تستطيع ان تستبد باغلبيتها في كل الحالات هناك شخص منتخب من الشعب موجود لكي يلعب دور الحكم ودور السلطه التحكيميه في كل يعني أن رئيس الحكومة عنده السلطات ولكنه ما يجيش يعمل حق بالسلطة الثانية في مواضيع معينة لا تستطيع الأغلبية وهذا ما قلناه احنا في مشروع دستورنا في الفصل التاسع عندما قلنا في المبادئ العامة التي يجب تكرارها في الدستور أن الأغلبية تحكم ولا يحق لها أن تستبد من أغلبيتها هذه هي الديمقراطية أن الأغلبية يكون عندها سلطة ولكن لا تستطيع تحت علة الشرعية والانتخاب أن تستبد بسلطتها ضد حقوق الأقليات ضد الحريات ضد الديمقراطية نفسها من الأساليب والوسائل الأساسية التي نحب نستعملها هو أن يكون رئيس الجمهورية وهذا علاش يحبوه منتخب بالانتخاب المباشر حتى يكون عنده مشروعية كافية باش ينجم يلعب دور قوي ولكن كسلطة مضادة كسلطة تحد من امتداد وهيمنة السلطة الترفيهية وخاصة من امتداد وهيمنة الحكومة هذا هو تصورنا.